السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. رمضان خلص والعيد خلص وكل الحجج اللي عندنا عشان نأجل الدايت خلصت. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هل احنا التزمنا في العيد؟ هل احنا التزمنا في رمضان؟ طب هنعمل ايه؟ عايزين حاجة تنقذنا عشان نشيل البلاوي اللي احنا كناها في العيد، كحك، بسكوت، فسيخ، رنجه، ترمس وحمص وبيتي فور كفايه بقى، كفايه كفايه، ما تقلبوش عليا المواجع. طيب في حل، في حل طبعا. ايه هو الحل السحري؟ يوم التنظيف. حاجه سحر يا جماعه، تحفه. طب ايه هو يوم التنظيف ده؟ يوم التنظيف ده بيساعد الجسم ان هو يتخلص من السموم اللي فيه، وفي نفس ذات الوقت بيحرق الدهون اللي اتخزنت في جسمنا خلال فترة رمضان او العيد، وفي نفس ذات الوقت ان شاء الله بيخسس من 2 ل3 كيلو لو مشينا عليه شرب. طب هل هو يوم، هو يبقى يوم فعلا لو احنا بنعمل مثلا فري في الشهر، يعني مرة او مرتين في الشهر يتعمل اليوم التنظيف مرة واحدة بس في الشهر. طب بالنسبة للحالة اللي احنا فيها، عشان احنا عكينا كتير في العيد 3 4 ايام ولا 5 ايام، عاملين ناكل في حاجات غريبه ومش حاطين في دماغنا، ونبتدي تاني بعد العيد ان شاء الله، هل ينفع معانا يوم؟ لا، لازم من 2 ل3 ايام. طب ما تشرحي لنا يا ست ايه يوم التنظيف ده؟ هشرح لكم ايه هو يوم التنظيف. اول حاجه، يوم التنظيف بيبقى لينا حوالي 6 علب زبادي. اي نوع؟ اي نوع زبادي، بلدي بقى، لايت زبادي اللي هو الجهينة العادي اللي لونه ازرق ده المعلب ده، مفيش اي مشكله اكسبت او ما عدا الزبادي اليوناني. طب ليه بقى؟ اشمعنى ده الزبادي اليوناني طعمه حلو؟ حلو، بس مليان بروتين ومليان دسم، واحنا عايزين نبعد كل البعد عن اي دسم في اليوم ده عشان عايزين نحرق دهون، فاهمين قصدي؟ فاحنا هنستخدم اي نوع زبادي، اوكي، زي ما اتفقنا. طيب بالنسبه للزبادي البلدي هنشيل وشه عادي جدا اللي هو بيبقى القشطه العليه دي، وناكل الزبادي البلدي مفيش اي مشكله خالص، لكن التاني انتوا عارفين طبعا مش بيبقى عليه قشطه ولا اي حاجه، فبنقدر ناكل منه عادي جدا. طيب ايه تاني جنب الزبادي؟ هناكل 6 علب زبادي على مدار اليوم كله. نصحى من النوم ناخد مثلا واحده زبادي، بعديها مثلا بساعتين ناخد واحده كمان، بعديها بشويه كمان، لغايه ما نخلص ال6 علب زبادي. عايزين تقللوا مش مشكله، بس يعني نصيحه تمشوا زي ما اقول لكم كده بالظبط. ليه؟ لان كل ما تاكلوا اكتر في الزبادي او في الخضار والفاكهه اللي هقولكوا عليها، الموضوع هيحصل، يعني هيحصل حرق في جسمنا اعلى واعلى، هنزود نسبه الحرق في جسمنا، هنعرف جسمنا ان احنا مش داخلين على مجاعه ولا حاجه، احنا بناكل اهو، بس حرق لنا بقى يا عم الايه، المخزون اللي عندك، فاهمين الفكره؟ لان طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان الجسم ذكي جدا جدا، ما ينفعش نضحك عليه، فاهمين قصدي؟ طيب هناكل ايه جنب الزبادي؟ هناكل خضار وهناكل فاكهه. طيب الخضار المسموح لينا ايه؟ كل انواع الخضار مسموح لينا في اليوم ده. الجزر بس ما نكترش منه قوي عشان فيه نسبه سكريات، فايه، نقلل منه. لكن عندنا خيار، كابوتشا، خس، جرجير، بقدونس، طماطم، طماطميه واحده بس ما نكترش الاملاح. اي خضار بقى انا مش متذكره كلها، بروكلي، ممكن قرنبيط مسلوق، اللي موجود كلوه باي كميه انت عاوزينها، بس ما بقاش مطبوخ. حتى البتنجان، البتنجان اللي هو الرومي، الايج بلانت اللي هو التخين شويه ده، ممكن نقطعه ونأكله عادي جدا، بس ما لا نحمره في زيت ولا حتى نحمره في نقطه زيت، ولا لا، يتاكل ني. الفيجيتابلز او الخضار لما بناكله ني بيبقى نسبه الفايبرز فيه بتبقى عاليه، وغير كده كمان الفوائد بتاعته ما بتروحش، يعني طبعا الحاجات دي بتتحط على النار بتفقد الفوائد بتاعتها، ولا كاننا عملنا اي حاجه. طيب ده بالنسبه للفيجيتابلز او الخضار. طيب بالنسبه للفروتس، الفاكهه، اي فاكهه قدامكم كلوها، بس الموز كبرنا نص موزه، او يا ستي موزه، يلا مش مشكله، مش هتخسر يعني، ما نكترش اكتر من موزه. التين ممكن واحده، العنب بلاش خالص ان فيه سكريات عاليه قوي فبلاش. التمر لا، بلاش تمر خالص، احنا مش عايزين ندخل السكريات في جسمنا، احنا عايزين نحرق اللي احنا خدناه، نصلح اللي احنا خربناه في العيد، فاهمين قصدي الفكره؟
بطيخ كله بطيخ براحتكم، بس طبعا برضو ما تكتروش، مش عشان خاطر سعراته عاليه، ده ال 100 جرام فيهم حوالي 30 سعر، ف اتس نوت بيج ديل خالص. بس الفكره ان هو برضو كتره بيعمل اسهال، بيعمل حساسيه، بيعمل مشاكل كتير، فاحنا في غنى عن الحوار ده، ناكل في حدود المعقول، فاهمين قصدي؟ وننوع بقى، يعني مثلا ناكل بطيخ، ناكل فاكهه، ناكل مثلا كمثرى، تفاح، اي فاكهه مسموح لينا احنا ان شاء الله ناكلها، مفيش حاجه اسمها ممنوعه في الدايت، وخصوصا الصيام المتقطع. بس انا بقول لكم يعني اتجهوا للي سعراتهم تكون اقل شويه من التانيين، يعني مثلا البطيخ اكيد اهون من ان احنا ناكل عنب، لان العنب فيه سكر عالي قوي. التفاح اكيد اهون من ان احنا ناكل مانجا، فاهمين قصدي؟ فاهمين الفكره؟ لكن نوع. اهم حاجه بقى في الحوار ده كله الميه، نشرب ميه على قد ما نقدر، الميه مهمه جدا جدا، بتدينا احساس عالي جدا بالشبع زي ما انتم عارفين. وان شاء الله الحلقات الجايه هعمل لكم ديتوكس. الديتوكس طبعا عارفينه وكل الناس، محدش في الدنيا عارف الديتوكس، مش عارف سوري الديتوكس، بس الفكره ان الديتوكس مش بيخسس، مش تبقوا عارفين الديتوكس، بس بيغير طعم الميه، لان في ناس ما بتستحملش طعم الميه خالص، بالنسبه لهم حاجه صعبه قوي، فبيساعدنا ان احنا نعرف نشرب ميه كويس، طبعا غير الخضار اللي بيبقى معاه او الفاكهه، فبيدي فليفرز حلو قوي للميه، اطعام كويسه للميه، وفي نفس الوقت بينقي الجسم من السموم، لكن مش بيخسس زي ما الناس معتقده. ما كانش حد غيري، كان الناس عاشت على الديتوكس ده وما كلوش وشربوا وخسوا كده، فاهمين قصدي؟ فان شاء الله الحلقات الجايه اعمل لكم باذن الله الديتوكس. احنا بس بنتكلم عن يوم التنظيف، فزي ما اتفقنا خضار فاكهه، الخضار ني، الفاكهه الكميات اللي انتوا عاوزينها مفيش اي مشكله، طبعا بسايد او بجانب الزبادي والميه. نشرب ميه يا جماعه كتير. عايزين حاجه تفكركم بشرب الميه، اي ابلكيشن على البلاي ستور، خشوا اكتبوا كده على البلاي ستور تذكير شرب المياه، فاهمين قصدي؟ ده ببرنامج تحملوه على الموبايل، كل شويه مثلا كل ربع ساعه ولا حاجه او نص ساعه بيفكركم بشرب كميه الميه المناسبه ليكم، بيعمل صوت ميه كده يفكركم بشرب الميه. انا بقول لكم اهو، التزموا يا جماعه باليوم التنظيف ده، او يومين التنظيف او 3 ايام التنظيف، هيجيب معاكم نتيجه حلوه جدا جدا. طب يا جماعه، طب ما هو يرد، اهو الموضوع سهل، زبادي وفاكهه وخضار، الموضوع سهل. لا مش سهل والله، والله العظيم ما سهل. انا مش بخوفكم او بكرهكم، بس انا بحب اقول لكم الحاجه واقول لكم الايفكت كمان، او الاثار الجانبيه سايد افكت بتاعتها. هل هو مؤذي؟ لا ما هو مش مؤذي خالص، بالعكس ده حاجه هايله، يا ريتنا نعمله كتير. بس هيجوا عليكم مثلا وقت في نفس، يعني في وقت الغدا كده او وقت المغربيه كده، هتلاقوا نفسك تحسوا ان انتوا هبطتوا كده زي ما بيقولوا، يعني هتبقوا محتاجين تشربوا حاجه سخنه، حاجه تسند قلبكم، حته لحمه تتفرخه، شويه شوربه، الحاجات دي، شامين الروائح بتاعت الاكل بطريقه مش طبيعيه، هتموتوا وتاكلوا حاجه من الاكلات دي. لا ما تضعفوش، او ما تحسوا ان عايزين تشربوا حاجه سخنه او حاجه دافيه، دافي قلبكم، عليكم بقى وعلى المشروبات الساخنه. اي مشروبات ساخنه مسموح بيها، خصوصا الشمر حلو جدا، الليمون اشربوا ليمون برضو حلو. ابعدوا تماما عن الكافيين، لا قهوه ولا شاي ولا نسكافيه، ممنوع تماما الثلاثه دول، اي مصدر من مصادر الكافيين نبعد عنها تماما، عشان خاطر ما تخرب لناش اليوم. اوكي انا بفهمكم اهو. مسموح لينا بمعلقه عسل واحده، يا ريت برضو تلغوها، بس لو نفسكم يعني تحلوا المشروبات بمعلقه العسل ممكن، او ممكن نستغنى عنها خالص عشان السعرات، فايه نقضيها سكر دايت، برضو بيدي نفس الطعم، وفي نفس ذات الوقت مفيش اي سعرات بتتحسب علينا، وبنعدي اليوم على خير يعني. يعني هو ده يوم التنظيف، مفيش اي حاجه تانية ممكن تكون زياده عن اللي انا قلته. التزموا يا جماعه باليومين دول، صدقوني والله هيفرق معاكم كتير كتير، هتحسوا بتغيير جامد قوي، بس هو متعب زي ما انا قلت لكم، بس عادي احنا كلنا وعكينا كتير في العيد، فيعني مش هقول لكم بنعاقب نفسينا، بس بنعود جسمنا تاني على النظام اللي احنا كنا ماشيين بيه قبل رمضان، سواء صيام متقطع، سواء دوكن او كيتوجينيك، او ما بحبوش انا كيتوجينيك ده اصلا، بس انتوا حرين يعني، سواء لوكايمات، سواء اي نوع لو كارب. انا عن نفسي ملتزمه جدا بالصيام المتقطع، وشايفه ان نتائجه حلوه ومش بطاله، ف
بحاول انا ارجع تاني لنظامي واظبط حالي، بس محتاجه اليوم التنظيف ده عشان بيفرق معانا جدا جدا فوق متخيلوا. التزموا بس انتوا بيه وهيفرق معاكم. طيب انا هفضل طول النهار بقى اكل في خضار وفاكهه وزبادي، اه ما ينفعش اخد حته لحمه صغيره ولا، طب فرخ لا، طب النبي لا لا لا، هو اللي انا بقول لكم عليه ده. طيب الخضار بيبقى ني زي ما قلت لكم، الفاكهه ممكن اضرب مثلا سي فراوله مثلا وواحده كيوي مثلا وكوبايه زبادي من اللي انا مسموح لي بيها، مثلا السته دول اضربها معاهم واحط مثلا معاهم شويه ميه، يبقى عندي سموزي لذيذ او عصير يعني. ممكن اخد برتقان، اكل برتقان ما اشربهوش، ما تضربوش الفاكهه او تسوري تعصروا الفاكهه كلها افضل، زي ما قلت لكم انا ده افضل اقول لكم كده كل فيديو، كل الفاكهه افضل، مفيش حاجه اسمها عصير برتقان. احنا بناخد زي ما قلت لكم بناخد الفايبرز المهمه في العصير البرتقان بنتخلص منها وبنشرب السكر اللي جوه الفاكهه، وطبعا ده غلط تماما، واحنا كده بندمر كل الفوائد بتاعت البرتقان. كلوا البرتقان ما تعصرهوش، اي فاكهه بتتعصر لا كلوها افضل، بلاش تعملوا عصير ما عدا الفراوله، الفراوله بتتضرب في الخلاط مش بنصفيها، فنقدر نشربها كده عادي مفيش اي مشكله. برضو الميه، انا هفضل اقول لكم كل شويه ما تنسوش شرب الميه، شرب الميه مهم جدا جدا جدا. هو ده يوم التنظيف، هنعمل كده من اول ما نصحى من النوم لغايه ما نوقف ميعاد الاكل. يعني مثلا انا ببدا مثلا فطاري الساعه 1، بوقف اكل الساعه 9، هوقف طبعا تحسبه كده 8 ساعات، بوقف مثلا الساعه 9 خلاص ما اكلش ولا اي حاجه تاني خلاص. بعديها يكون طبعا الزبادي بتاعي خلص، الكميه بتاعتي خلصت علب زبادي خلاص، اقعد لي مثلا ساعه او 2 وانام، يعني ما خلصت اخر كوبايه زبادي روح طالعه على السرير ونايمه، لا يعني ايه ناخد لنا ساعه او 2 بالكتير بس جسمنا يهضم اللي احنا كناه طول النهار ونخش ننام. يا جماعه ما تضعفوش، يوم التنظيف صعب جدا بس نتائجه هايله جدا جدا، وهعمله لكم ان شاء الله عملي للناس اللي ما فهمتش النظر اللي انا قلته، هعمله لكم عملي عشان نمشي مع بعضينا ونلتزم، وانا اول واحده ان شاء الله باذن الله هلتزم معاكم، ويا ريت تقولوا لي نتائجه بعد ما تجربوه، ولو عندكم اي اسئله تنسوش تكتبوها لي في الكومنتس او على الجروب بتاعنا على الفيسبوك عائله سكر دايت، هكتب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن دلوقتي عشان لو عايزين تعرفوا يعني جروبي على الفيسبوك. وده كان شرح بسيط جدا ليوم التنظيف، يا رب تكونوا فهمتوه كويس، ولو مش فاهمين اي حاجه اكتبوها لي وانا ان شاء الله هفهمكم. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا كلنا نخس ونتخلص من الدهون الزائده اللي حصلت لنا في العيد. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه على خير، تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والفيس والانستجرام والتيك توك، وما تنسوش شرب الميه. احبكم جدا، سلام.